اخي لسه فايت طالع على التواليت. نرجع لحديثنا، بديع لو مو عامل شيء ما بيسالوا عنه، هنن ما بيتبلوا حدا. بس بديع يا غافل لك الله، لا بهش ولا بنج، دوب تلاقي ماسك هالعود وعم بدندن. شو الاغاني اللي عم يغنيها؟ هور يا ابو الهواره وعلى دلعونه ويا دوبه تطلع معه. بس ما يصير فيه مثل سعيد. ليش شو صار بسعيد؟ راح هو وجوز اخته خبر كان. اقول شباب هو مين؟ جوز اخته، جوز اخته. وشو عملوا؟ لك شو عملوا؟ اول ما بدقوا بالصهر لكان متواطي. مو ضروري. لك شلون مو ضروري؟ لسه بيني مو ضروري، بعرف 4-5 انا هيك. والارزل والادب رقبه انه صاحب العلاقه يعني المطلوب بيطلع تاني يوم، والصهر المسكين المعدر بيعصى جوا. شو قصدك؟ قصدي علقتك، العم من علقه بديع. يا اخي شو دخل الصهر؟ شو بده يفحص العائله كلها قبل ما يتجوز؟ اضبط بجلدك، هلا بتلحق بكره ما بتلحق. اضبط بجلدي، رح اضبط. وين رايح؟ اضبط بجلدي. مو هيك. لكن شلون؟ تعال افهمك شلون. طلق. شو طلق ما طلق؟ انا وغادة داخلين عن حب، ما بدي طلق. هلا لا تصير غشي، ليكني انا بجيب الوحدة بعمل لها دورة وبخرجها. اخي انا ما بدي بخرجها. بكره بتقول عفيف قال. ما بدي. ارتاح. اسمع مني، بكره بجيب لك اخواتها لحنان ال 15، بصفهم قدامك، بتشوف اللي بتعجبك، بس بتأشر عليها. ما بدي. ما بدي. بدك شقرة وعيون زرق؟ عندك ليلى. بدك سمرة وعيون خضر؟ عندك ماجدة. بدك عيون سود؟ عندك رشا. بدك وحدة مدعبلة ودمها خفيف؟ عندك غنوة. وإذا بدك طول العورة، خود مغفرة. ما بحب الطول، شو ناقصني أنا؟ عندك هبة، زمك طول العقد. ولا الأقصر. معناها ما لها غير شيرين، بين وبين، شو قلت؟ شيرين، سمرة ولا شقرة؟ بيضة، شعر خردوبي طويل لتحت زنارة، شو؟ ما بحب الشعر الطويل، بتبين مثل الغولة بس تفيق من النوم. بتقصه. ما بحب الطويل.